السلام عليكم، يا اهلا بيكم. النهارده في حلقه جديده من احلى اكل، اكيد ان شاء الله في احلى اكل، ولكن ايه الموضوع بقى؟ صينيه ريش حلوه كده بالخضار بطريقه مختلفه بصوص لحمه، وعندي كمان فرخه لان مش حابب ياكل ريش هنعملها بشكل كبسه بطريقه بسيطه جدا لكن معاها حبه خضار حلوين هيدوا طعم مختلف. وعندي بتنجان رومي كمان هنشويه في الفرن الاول، وهناخد الحش ونعمل له خلطه باللحمه المفرومه والزبيب والخضار وجبنه، فالموضوع هيبقى فيه تيست حلو جدا ان شاء الله، ولكن بعد فاصل. اتفضل. يا اهلا بيكم مره تانية مع احلى اكل. طيب كنا بنتكلم معاكم من شويه قبل الفاصل على اكلات لطيفه جدا. النهارده الثلاث مع حضراتكم حلقه على الهواء مباشره عزومه، ودايما مع حضراتكم بنعمل العزومه بتاعتنا قبلها بيومين، يعني لو التجمعات العائليه والحبايب بيتجمعوا دايما كل اسبوع يعني خميس جمعه بنحاول نعملها قبلها بحيث حضراتكم تقدروا نشتري الحاجات او نبقى عندنا الامكانيه لو في حاجه ناقصه نجيبها يعني. فعامل طبقين مختلفين لان مش حابب ده يبقى موجود ده، وده بيبقى اكتر دايما في العزومه. فجايب عندي نص ريش غنم هعملهم طاجن بالخضار بس بصوص حلو وهيتشوي الاول، هنشوف تفاصيله عامله ازاي. الطبق التاني جايب عندي فرخه هنقطعها مع حضراتكم مع كيس رز هعملها كبسه، ولكن الصراحه المره دي عايز اعملها كبسه مختلفه شويه، فهديها عندي بسله وهدي عندي جزر وبصل محمر ورز، ده كله جوه ان شاء الله، وهنشوف الحكايه ماشيه ازاي. الطبق الاخير جايب عندي ربع كيلو لحمه مفرومه وحته جبنه وتشكيله حلوه من الخضروات ايا كان عندي، وجايب عندي 2 عدد بتنجان. ويمكن غالبا نستفيد بالوقت عشان يعني نكسب وقت في اول حاجه، هنجيب بس اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم صينيه كده ولا بتاع، نقسم بس البتنجان كده نصين عشان ندخله الفرن ونشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم كده، بص كده يا فندم معايا تمام من الطول كده، والهدف من اللي انا بعمله ده عشان لما اجي بعد ما يتشوي ان شاء الله يبقى سهل معايا، ومش محتاج مني حاجه خالص غير بس ان انا ممكن اديله لو حبينا يعني زي ما حضراتكم شايفين كده ممكن حبه ملح على الوش، ومش محتاج فلفل اسود، انا يعني ما عنديش حاجه دي معينه. وممكن كمان نعمل حاجه حلوه قوي، بص كده يا فندم معايا، بدل ما اديله رشه زيت انا هاخد فرشه توم او فرشه زيت التوم، بص كده معايا يا فندم بسم الله، وابدا المع بس الوش ده عشان يبقى فيه كمان ريحه ويعني ما يبقاش بس زيت عادي. بعد كده هناخد الحشو الحلو ده بتاع البتنجان وهنبدا نخلطه وهنعمل له بقى لحمه مفرومه ثانيه وتعصيجه بالخضار، والتركيبه بقى ان شاء الله تعجب حضراتكم. يلا هندخل ده الفرن حتى لو على الشبكه يعني عادي. بسم الله كده، وهنسيبه شويه ونرجع له كمان شويه ان شاء الله. طيب هنخش بقى على الريش نحطها على الشوايه وبعد كده نبدا نشتغل ان شاء الله في فكره الكبسه. طيب الريش احنا مش كل يوم بنعمل ريش، ولما نيجي نعمل ريش لازم نعملها صح ومظبوطه عشان نستفيد بطعمها، وكمان يبقى الموضوع برده مش يعني ايه يعني مش ماشي بسرعه يعني لازم يتظبط شويه. فجايب عندي حبه الريش الحلوين دول ممكن نعمل حركه فيهم حلوه برده. بسم الله الرحمن الرحيم كده تبطيطة بسيطة لعدة أسباب، أكبر شوية حتة اللحمة والدهون دي، بص بعمل فيها إيه، وبفك كمان العصب بتاع الدهون دي شوية فهتبقى معايا في السيو بسرعة. بص ناخد بالنا أنا بعمل الحركة دي لأن هي في عظم هنا، قدر الله الحركة دي على عظم هيعورني، فببعد شوية باخد بس حتة اللحمة بس مش أكتر من كده، أو مبطئ أفضل يعني تمام لحد كده تمام. لو بحب الاعشاب ماشي، ما بحبهاش برده ماشي يعني مفيش مشكله خالص، ممكن تبلها بس بحبه ملح وحبه فلفل وهندلعهم على الشوايه بطريقه حلوه جدا وبسيطه. وممكن اعملها كمان تتبيله ثانيه بفكره ميه البصل لو حابين، بس انا همشيها كده الاول بعد كده هعملها تتبيله واحده واحده هنشوف حكايتها ايه. حبه الملح ونجيب حبه زيت، شوف من هنا لسه كله قدامي هنا على القطاعه، ادي حبه الزيت عاديين جدا. عفوا
هعمل كده. حاجه تاخد بس ايه ريحه حلوه عشان لما تحط على الشوايه ما تبقاش عاديه يعني. اهو طبعا الدهون دي كلها طبعا هتنزل على الشوايه كل حاجه، بس نزلت الزيت دي الاول عشان بس ايه ما يبقاش الموضوع يلزق مننا او شيء. تمام تمام بسم الله الرحمن الرحيم. الشوايه عندي ابدا بس عليها سنه ونشوف حكايتنا ايه. بسم الله. تمام لحد كده تمام. نجيب دي هنا ونقول لك يلا نشيل ده كله من هنا ونيجي على نضيف احسن عشان الفراخ. الفراخ هنشتغل فيها واحده واحده عشان ايه نبدا نعملها بشكل كبسه بطريقه لطيفه جدا. الكبسه او طريقه الكبسه كنا عارفينها، ولكن لما بنحب نحرف شويه انا بحب دايما اي اكله هجود فيها او احرف فيها او اقول من الاول عشان بس ايه بحترم دايما كل مطبخ وبحترم دايما كل محافظه او كل بلد ليها مطبخ معين. ما بحبش يعني اعمل حاجه ويطلع في الاخر مش زي ما حضراتكم بتعملوها في البيت فيبقى الموضوع مش لطيف. فانا بقى احب اقول ده وده طريقتها عملناها 500 مره طريقه عاديه كده. النهارده هحاول بس ابسط لحضراتكم ومش همصلها لان الموضوع بسيط جدا، هي اصلا كلها شرقي فالموضوع ما فيهوش تفاصيل صعبه. فكره البسله والجزر والخضره اللي هحطها في النص دي ده اوبشن، بصل محمر برده حسب عقب بتحبوه هنشوف حكايتها مش ازاي. طيب هجيب عندي الفرخه بسم الله الرحمن الرحيم الاول كده خالص. عندي بس ايه حله هنا بتسخن شويه برده اه تمام شغاله عشان دي اللي هشوح فيها الفراخ بعد ما غسلنا وظبطنا امورنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل كده كده معايا يا فندم. شوف انا ايدي ماشيه فين معايا يا فندم. اه كده باجي هنا بعمل كده. شوف دي مش محتاج منها اي شيء خلاص تطلع كده اذا معاكم شايفين اهي كامله. وهاجي هنا هبدا اصنفر حاجتي. يعني ايه هتصنفر؟ اشيل اي حاجه عليا شايفها مش لطيفه زي الدهون دي. وهاجي هنا في النص وهفتح كده بالشكل ده واعمل كده حلو الكلام. وهاجي اشيل بقى كل الدبري او كل الدهون الزياده اللي ممكن مش كل الناس تحبها في الفراخ البيضه بالاخص. وهاجي اروح قاسم الصدر على اتنين وقاسم هنا كده على اتنين برضو وهنا نفس الكلام وهنا نرجع تاني نصنفر نشيل اي حاجه ملهاش لازمه. حاضر تمام لحد كده كلام جميل. نشوي بقى على طول؟ لا معلش غسله سريعه برضه بطرح السكينه. احنا اه مظبطين وعاملين كل حاجه ولكن مهم جدا التطهير الاخير. اتفضل حبه ميه كده على السريع. بص حتى بعد ما غسلنا وبعد المحلول انت معايا يا استاذ خالد؟ بص حتى الميه شكلها عامل ازاي. معلش الحاجات دي مهم جدا، انا شايف ان مهم نتكلم عن الحاجات دي اكتر من الطبخ الصراحه. كمان غسله سريعه حد ما اشوف قدام عيني الميه. تمام انا مش مستربع على شيء، لازم الحاجه تبقى قدام عيني كده. شوف الميه تبقى طالعه صافيه كده شويه. تمام جدا مصفى وارجع تاني نشوف هنعمل ايه. اتفضل شايف الالوان؟ سنه فلفل اسود حبه ملح خدنا صدمه حلوه على الشوايه مش اكتر. شوف طيب نشيل بقى الزفاره دي خالص ونبدا نخش على الفراخ نقفلها
في الحله، وبعد كده نبدا نقفل ان شاء الله الطاجن التاني. وانا شغال الطاسه دي حلوه شغاله، هبدا بس ايه قبل ما اخش في الفراخ سنه زبده وسنه زيت الاول. ليه يا شيف الكلام ده؟ عشان انا عايز اشوح الخضار بتاع الطاجن الاول. بسم الله، معلقتين زبده حلوين كده. هنزل الاول بالبصل مع الزبده، ياخد سوتيه كده لطيف ويشم ريحه الزبده، مع كمان جزرايه حلوه هستفيد بتسويتها برضو عشان بتاخد وقت في التسويه، وحبه ثوم بس شرايح. بص يا فندم شايفهم على الزبده كده، شايفها؟ اكيد دول بيودوا حته تانيه خالص. بسم الله، هنزل بالبصل عندي الاول مع الثوم واسيبهم شويه. نخش بقى الريش دي. تمام ماشي، سيبها كمان سيكة ونرجع عليها تاني. طيب عايز بس نروق الحتة دي ونشوف هنعمل ايه. تبلتك ايه يا شيف بقى على الفراخ دي؟ اقول لك والله اي حاجه، ما عنديش مشاكل خالص، ولكن اي حاجه نحطها تكون فيها حلوه بس. هتبل هنا نفس المكان، تاتش حبهان، ركز معايا يا فندم، وتاتش بابريكا شطه، بابريكا مدخنه تدي لون حلو، كمان سنه. حلو الكلام لحد كده؟ ولو بحب بلاش في الكبسه زعتر، ولا اقول لك ليه بلاش ليه، بالعكس تدي نفس كويس كمان. ونديها كده ايه؟ ورقتين حلوين زي ما هم كده، هيدوا ريحه عاليه جدا. واجي عندي في الطاسه الحلوه دي او في الحله الحلوه دي سنه زيت الاول كده، وابدا احط مع سنه الزيت دي. بص كده يا فندم معايا ورق غار، شوف هنا بخلي الزيت ده ريحته حلوه جدا، وممكن لو عايز اجود وازود اديله مكعب زبده برده هيفرق كتير جدا. ده تشويح الفراخ، سيبها شويه. شايف الملامح عامله ازاي؟ هنا الزبده فيها ريحه حلوه جدا. انزل بالاعشاب، بص هنا سامع الكلام ده كله بيدي طعم حلو جدا جدا عفوا بيدي طعم حلو جدا جدا للفراخ. واجيب عندي الفرخه بسم الله وابدا اشوحها بالشكل ده. في قلب الزبده قبل ما يتلسع مني. شكرا. شيل بقى كل الكلام ده كله، نرجع نشوف هنعمل ايه. الخضار اللي حطيناه بدا ياخد تسويه لطيفه معايا يا فندم. بص منظر التاسيس للطاجن. الكوسه كمان هتنزل معايا، وهبقى انزل عندي كمان بالفلفل الالوان، مش كتير يعني، ما بحبش بصراحه في الطواجن احط اصفر، ممكن احط فلفل اخضر وفلفل احمر مش اكتر يعني. بسم الله، تشويحه بسيطه خلاص، انا خلصت يعتبر. طماطم في الاواخر، ممكن ياخد المشروم كمان في الطاجن ياخد تقليبه حلوه زي ما هو كده. وهجيب عندي بص كده معايا يا فندم في التقليبه بق مرقه صغنن جدا على الزبده السخنه الحلوه دي، وابدا راح مخليهم دبلانين شويه. سيبهم سيكه كده ونرجع لهم تاني. الريش اخبارها ايه؟ الريش خلصانه، لمهم كلهم بقى. بص منظر، خدنا اللون، خدنا الصدمه الحلوه اهو. هنكمل الكلام ده كله ان شاء الله في الطاجن، ولكن على بالي حاجة حلوة تدي ريحة حلوة. بص بقى ركز معايا في اللي بعمله ده. شوف بقى هنا الكلام ده عامل ازاي. حاضر. إيمان هاني بصباح الفل يا فندم. صباح النور يا سيدي. أهلا وسهلا بيك يا كل، إزاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا، اهلا بيك يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله، بحب حضرتك قوي. ربنا يعزك، كتر خيرك يا فندم على راسي والله. شكرا، تسلمي. الله يخليك يا شيخ، تحت امرك. امر
انا كنت عايز اشترك في المسابقه. عينيا الاثنين حاضر. عندك كام سنه؟ 20. ما شاء الله. وايه اخبارك بالمطبخ؟ شاطره والله. ما شاء الله عليك. حاضر حالا في الكنترول لو سمحتي سجلي بياناتك وان شاء الله تنوريني اختي على راسي. حاضر. حاجه ثانيه؟ انا وجوزي. افندم؟ اشترك لي انا وجوزي. تدورونا وتشرفونا. حاضر ماشي الكلام. وعايزه اقول لحضرتك تسلم ايدك بجد. الله يبارك في عمرك يا اختي. على راسي والله بجد. اكلك جميل جدا. شكرا. يا شيخ تسلم ايدك. شكرا يا فندم. كلك ذوق. على راسي. وتنوري انت وذوق حضرتك ان شاء الله. وحاضر اوامر. بس في الكنترول حالا نسجل بس بياناتنا. حاضر يا فندم. شكرا. عفوا. طيب احنا دلوقتي عملنا ايه؟ الخضار ده جاهز ان شاء الله يتقفل. جاهز يتقفل. ارفع كده عشان عايز اقفله حالا. بص منظر الخضار ما فيهوش حاجه. اجي اديله انا بقى عندي فلفل اسود على وش كده. واخد الميه الحلوه دي. ركز معايا يا فندم معلش. ممكن تركز معايا سنه هنا لو سمحت. حالا هاخد الميه دي. شايفها الناس اللي بالخضار دي شايفها؟ بص شوف انا حاططها من شويه. خدت تسويتها وزي الفل. هاخدها بقى هنا ايه؟ تنزل على الديمي جلاس او صوص اللحمه البودر. وهنقلبهم مع بعض على السريع بشوكه حتى. شوف ندوبهم كده شويه وهنسيبهم على جنب. نلبس كلابس ونجيب طاجن عشان نقفل حالا طاجن الريش. والفراخ خلاص خارج الالوان اللي انا عايزها. بص يا فندم معايا. شوف اهو اتفضل. هعمل ايه؟ بص الزبده اللي نزلت على الريش عملت ايه؟ وديتها في حته تانيه خالص. يعني الزبده مع الريش اكيد في تيست تاني خالص. حاضر عينيا الاثنين. حاضر اوامر الامر. لحظه واحده حالا هاخد نص الخضار الحلو ده. بسم الله هنا كده في ارضيه الطاجن. وهاخد الطاجن الحلو ده. حاضر بسم الله الرحمن الرحيم. بص هنا بقى وابدا ارص الريش بتاعتي واحده واحده. كده يكون خدنا الريش اللي احنا عايزينها. تسويتها لطيفه. واروح جاي قافل بقى بقيه الخضار على الوش. حاضر اقوم مع حضراتكم حالا. الحاجه ام وائل صباح الفل يا ماما. صباح اهلا وسهلا بحضرتك. الست كل اخبارك ايه؟ اهلا وسهلا. الحمد لله يا ست كل والله نحمد ربنا كله تمام دايما. يا حبيبي تكون بخير يا رب. الله يبارك في عمرك يا ماما. ربنا يعز حضرتك كتر خيرك. الله يسلمك. انا اجيلك ازاي؟ يا فندم انا اجيلك اشترك معاك باي حاجه. ده تنورينا وتشرفينا يا ماما. حاضر عينينا الاثنين. اوامر امر. حاضر. حضرتك من المحافظه يا فندم؟ انا من القاهره. يعني جنبنا هنا مش بعيد. حاضر يا فندم نتشرف ان شاء الله. الله يكرمك. اوامر حالا. بس في الكنترول مع زمايلي ممكن نسجل بس بياناتنا وان شاء الله تنورنا في اقرب مسابقه. حاضر يا امي. شكرا. حاضر بشكرك. حاضر اجيب بس حبه دمج لازم. بص يا فندم معايا عشان بس اقفل ده وندخله على طول الفرن ونكمل. حاضر هزود عليهم هنا. بص كده ركز معايا الحاجات دي. بس البيت للبيت اخر في مشكله. وهجيب عندي مغرفه مرقه ثانيه او ميه. بص بقى بسم الله. ميه سخنه افضل او مرقه سخنه. بسم الله. واحد ملوش تاني. حلو الكلام لحد كده. كلام جميل. تعالى معايا بقى يا فندم. هناخد على الدمج جلاس ده معلقه اساس الطماطم بوري اهي كمان واحد. وراح مشوحهم كده مقلبهم. مشوحهم اهي معلش اثار البرد بقى معلش سامحوني. وراح مقلبهم كده مع بعض. شوف بص قوام الصوص بقى عامل ازاي. شوف سكه تانية خالص. نسكت اقول لك لا لحظه بس عشان الطاجن ده لسه فاضل له طماطمايه كمان على الوش كده داير ما يدور. احنا قلنا مش هنعمل كل يوم ريش. يوم نعملها بقى نعملها صح او نعملها مختلفه شويه عن كل المرات.
لحد كده زي الفل، اقول لك جيب بقى حته زبده وابدا احطها على الوش كده. حاضر كده، شوف المنظر، مش محتاج مننا اي شيء خالص غير ان احنا ندخله الفرن على السريع ونرجع نقفل الكبسه ونطلع فاصل. حاضر، هفكركم بالباذنجان، ممكن نبص بصه يا فندم. تمام، نودي الناحيه الثانيه عشان هنا مفيش مساحه. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب اخبار الفراخ ايه يا شيف؟ هقول لك الفراخ خلصانه باذن الله، بس الاول نشيل الشوايه دي عشان ايه؟ عفوا، ارجع بقى اقفل دي. شايف الالوان عامله ازاي؟ طيب الالوان دي يعني عادي يعني؟ اقول لك لا، الوان فيها تسويه مهمه جدا. نعمل ايه بقى؟ هنجيب عندنا جزرتين حلوين مفرومين كده، وانزل بيهم كده بسم الله. جزر مفروم، وهجيب عندي كمان بصلايه حلوه كبيره مفرومه. حلو الكلام؟ كرات هيبقى حلو بس لو مفروم كنت اخدته بصراحه. لكن انا هاخد دول. لكن كبار لا. حلو الكلام لحد كده؟ كلام جميل. طيب قرفه، ورقه غار، حبيتين حبهان، فلفل حصى، قرنفل، ركز معايا. ماشي، ناخد حتتين من زر الورد او زهر الورد يسموه كده. ماشي الكلام. عندي هنا ميه سخنه او مرقه، اجي اطعمها بايه المرقه دي؟ اروح مديها عندي هنا مكعب مرقه، ومديها عندي سنه كركم على كاري كده. ماشي الكلام. عايز اديها زعفران، احنا عملنا كتير زعفران، لكن انا كده شايف زي الفل قوي. وعشان نطعم دايما مرقه الرز تكون مظبوطه، لازم نديها زبده عشان تبقى بتلمع، مش شرط تكون زيت، زبده عشان تكون كده. بص يا فندم اهي المرقه، يبقى المرقه واخده كل حاجه، اعشادنا تمام التمام. لو عندنا ليمون بص عليه، اللي هو الليمون الناشف ده، مش اهو والله الواحد نظر، انا اسف الدور بس والله مخليني شايف حاجات غلط. ليمونتين حلوين لو حبينا، قرفه لو حبينا، تمام التمام. اجيب عندي المرقه اللي بتغلي بسم الله الرحمن الرحيم، واجي اروح عامل ايه؟ عامل كده. ايه اللي انت عملته يا شيف ده بقى؟ انا عايز اسوي الفراخ الاول، وبعد ما نسوي الفراخ ان شاء الله بدون مقاطعه يعني كويس، المرقه دي هي نفس المكان نفس الحل. هجيب عندي كيس الرز المغسول ومتصفي، هبدا اضيفه على ده، ولكن بعد الفاصل. اتفضل. اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكل. طيب كنا قبل الفاصل واقفين عند جزئيه بسيطه جدا، كنا خلاص قفلنا الفراخ وسيبناها تتسلق شويه، وبعد كده نحط نقفل بقى الكبسه براحتنا واحده واحده. وقبلها كنا مخلصين طاجن الريش وقفلناه ودخلناه الفرن. ودلوقتي عندنا اللحم المفرومه او البتنجان باللحم المفرومه والجبنه، هنشوف بتعمل ازاي. ولكن تعال نقفل بس فقره الفراخ عشان ننساها ونستفيد بوقتها. بص كده يا فندم معايا، بسم الله الرحمن الرحيم. شوف منظر الفراخ عامله ازاي. انا يهمني التسويات، اامن تسويات الاول، وبعد كده احنا عايزين نعمله. بص منظر الفراخ، كل حاجه ما شاء الله زي الفل وتمام التمام. ولكن في حاجه انا يعني حاسس ان ما عملتهاش، فخلينا نقفلها بالمره، ما حطيتش ملح، انا حاسس بكده. بسم الله الرحمن الرحيم، بس كده، والرز ينزل بسم الله، واقلبه تقلبتين حلوين. شكرا. مع الرز لما نزل هنزل عليه ببصل محمر كوة. ايوه يا فندم، هيفرق. هنشوف كده، والبسله تمام، ونغطي، نسيب الكلام ده ياخد وقته ويعيش حياته. هنا في الطاسه دي نبدا نعصج اللحمه المفرومه، هنديها سنه زيت مع معلقه سمنه، عشان اللحمه دي انا شايف يعني تطعمها حلو لما بيكون فيها فاتس كتير او دهون كتير. لكن انا شايف لما بيكونش فيها دهون كتير بحب احط لها معلقه سمنه تلمع كده مع حبه فلفل اسود. بسم الله، وسنه ملح عشان تخرز معايا ما تبقاش مكلكعه. البتنجان طلعناه من الفرن، خدنا منه البذره شلناه وسبنا قلب البتنجان زي ما حضراتكم شايفين. هنا المفروم ده هينزل على طول هنا. بسم الله الرحمن الرحيم كده.
ابدا دلوقتي اعمل ايه؟ احط عندي البصله بقى، تجيب ميتها مع المفروم، ريحته حلوه، حاطط حبه بهارات حلوين، بصله كبيره زي ما حضراتكم شايفين. وابدا بقى اقلبهم مع بعض، يبدا الامور توضح توضح قدامي بقى خلاص. اه كده. وهبدا اضيف كمان عندي الفلفل الاحمر والاخضر، وممكن احط الاصفر مفيش مشكله عشان ما احطلوش الناحيه التانيه. ماشي كده. البقدونس في النهايه خالص مع الزبيب. ارجع تاني بس اقلب تقليبتين حلوين. ودي تبهيره حلوه وسنه ملح كمان اظبط اموري. تبهيره مشكله من دول 7 حبات او الكبه الصيني اللي عندي. كده الامور. انا عايز فص ثوم، محتاجين فص ثوم طبعا، يفرق جدا في التعصيق. انا عامه بحب بصراحه الثوم يعني بيبقى فيه نفس حلو كده. كمان حته بس. شايف الملامح عامله ازاي؟ وعايز بصراحه اجود كمان واديها معلقه هريسه. هتفرق جدا. مش شرط تكون شطة على فكرة، يعني شرط الهريسة ما تكونش شطة بس تدي برضه ريحة حلوة. أنا ما أعتقد كده الأمور ما شاء الله زي الفل. ممكن تديها كمان بخت فلفل أسود. طب شايف وأنت معلش سؤال برضه ممكن يخلي الواحد يعني، وأنت رايح جاي عم تحط بهارات كده؟ أقول لك لا والله، أنا وأنا شغال بقلب بشم الريحة، فالريحة بتدي نواقص بسيطة مع الخبرة طبعا، أو مع إن الواحد عمل طبق قبل كده مرة أو اتنين، بحس إن طبق ناقصه حاجة. فكرة البهار مهم بس مش بكتره. فلفل أسود بيتحس أكتر وإحنا بنقلب في آخر تقليب، بحس إن في حاجة ناقصة. في تاتش فلفل أسود بيفرق جدا. كده بس خلاص كده زي الفل جدا. أرفع الكلام ده كله هنا قدام حضراتكم هنا، وهاجي بقى أروح جايب عليه بقى إيه؟ حبة الزبيب منقوعين في ميه كده. بسم الله. تمام. وفكرة الجبنة دي في الأواخر مع البقدونس دلوقتي، وراح مقلب الكلام ده كله مع بعضه. عفوا، شوف الخلطة عاملة ازاي. دي حشو، ولسه كمان هناخد الجبنة دي هنا على القطاعة ونفرمها فرمة حلوة كده. وهنجيب معلقه ونمسك الباذنجان. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبدا نحشي كده. شوف نرجع تاني مكاننا، او نجيب معلقه ونبدا نعمل كده مكانها برضو. حته حلوه جدا. الزبيب هيدي طعم مختلف. البقدونس طبعا زي ما اتفقنا لازم يكون على الوش في الاخر ما ياخدش تسويه. ممكن كمان نضيف لو حبينا مع البتنجان ده، نجيب مثلا كيلو فلفل الوان على نصين ونبدا برده نحشي الحشوه دي عادي. ممكن بطاطس متقوره بنصين برده، وممكن اقدر احشي نفس الفكره دي بطاطس، ممكن حتى كمان ادخلها الفرن الاول تاخد 5 كده تسخينه بس، تبقى يعني واخده جزء من التسويه، وبعد كده ممكن احشي برده عادي جدا كده. طب ليه مش نيه؟ عشان البطاطس تبقى ناشفه جدا، فلازم بدل ما تتقور تتحط في ميه ساقعه شويه، وبعد كده ممكن ناخدها غلوه او نحطها احسن في الفرن شويه، يبقى ليها طعم كويس جدا والتسويه تبقى مظبوطه. يا فندم ايمان هانم، صباح الفل يا فندم. الو الو، صباح الفل يا فندم، اهلا وسهلا بيكي.
اهلا بحضرتك، ازيك حضرتك؟ عامل ايه؟ تحت امرك الحمد لله. فانا كله بخير. عايز اشترك معاك في المسابقه، نفسي اشترك معاك. تنورينا يا فندم وتشرفينا. حاضر يا فندم، تحت امرك. حاضر، حاجه ثانيه؟ لا شكرا. شكرا يا فندم، تحت امرك. حالا في الكنترول ممكن نسجل بياناتنا بس على طول وتنورينا ان شاء الله في اقرب مسابقتنا. حاضر، شكرا. هبه هانم صباح الفل. الو الو، صباح الفل يا هبه هانم. صباح النور يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. تحت امرك. الو. ايوه يا فندم، تحت امرك. ايوه يا فندم، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم، كله بخير، احمد ربنا، كتر خيرك. انا عايزه اطلب من حضرتك طلب، الله يبارك لك يا فندم. اتفضلي. انا عايزه اقدم لحماتي عند حضرتك، يعني يا فندم. حاضر حالا. ممكن في الكنترول ربنا يبارك لك جدا، ومتشكره لحضرتك جدا يا شيخ علاء. اوامر. حاضر، ربنا يبارك لك يا رب، وكل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بخير وصحه وسلامه يا فندم، كتر خيرك. ربنا يبارك لك يا شيخ، متشكره لحضرتك جدا. شكرا. بس ما تجيبش السكه لو سمحتي، غير بس مسجل بلاد الحاجه عشان تنورنا ان شاء الله. بشكرك. ده زي حضراتكم شايفين كده، ولا اكتر ولا اقل، مفيش اي حاجه خالص، يطلع على طول على الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم، ويكمل تسويته. طيب يا فندم كده احنا تمام التمام. تمام التمام. بص المنظر عامل ازاي، الكبسه. بس بنراجع مع حضراتكم بقى سريعا كده، نبقى شايفين النص المنظر. ما فيهاش حاجة خالص، لا تاخد وقتها. من رأيي نجيب دي هنا ونسيب الريش تكمل لونها. بسم الله. تمام. طيب كده انا هسيب دي تاخد وقتها وتعيش حياتها. انا عندي فصل صغير جدا، بعد الفصل ان شاء الله نرجع يكون خلاص خلصنا امورنا. يعني كده الكبسه على التشريب، الطاجن هنا في الفرن شغال، طاجن الريش، وكمان البتنجان المحشي دخل الفرن، وان شاء الله نطلع فاصل. بعد الفاصل الوصفه. اتفضل. اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكله. طيب طاجن الريش خلصان، بص عليه بصه، والكبسه ان شاء الله برده خلصانه، لكن تعال نقفل بس حاجه حاجه. خلاص اخر حاجه، والبتنجان طلع قدام حضراتكم. هنشوف احنا عملنا ايه. بس طبعا تسويات حضراتكم شايفين كل حاجه، انا بس عايز اوضح كل التفاصيل بتاعتنا، كل حاجه تبقى واضحه بالشكل اللي اتكلمنا عنه من اول الحلقه. شايف التسويات عامله ازاي؟ بص بقى الصوص هنا راح لفين، والخضار سكه ثانيه خالص مختلفه. اللحمه نفسها اصلا لما اتحطت في الفرن، بص التسويه عامله ازاي بقى، كملت بقى ازاي. انتوا بقى مين قصدي ايه، ممكن نضيف عليها اي حاجه نفسنا فيها. بقول لك انا شايف كده طاجن حلو بلدي معمول بشكل مختلف بسيط ونطلع بيه. طب شيف ممكن اي نوع لحمه ثانيه؟ يقول لك طبعا اي نوع لحمه براحتنا، ولكن هو اللي حل الموضوع او محليه شويه ان الريش فيها عظم، فبالتالي لما تشوت الفاتس اللي فيها او الدهون اللي موجوده فيها علت تيست اكتر. لما حطينا كمان صوص اللحمه مع صوص طماطم مع الخضار، والميه بتاعت الخضار نزلت في صوص اللحمه، فاكيد في تيست عالي جدا، هو ده المطلوب. طيب اخر حاجه هنا الكبسه. بسم الله. خلصان. بص كده فانا معايا ما فيهاش حاجه، يعني زي الفل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حلو كده للحبايب، نبدا ننزل اول الحله. ما شاء الله، شايف المنظر؟ بسم الله بسم الله بسم الله، ونبدأ نغرف على طول. الله أكبر، ولا كلمة. شوف دي بقى حاجة نطلع بيها الريش، عفوا الفراخ المتخبية دي. بص حبة الرز، بص
الفراخ اللي عملناها معاكم من الاول، شايف التسويق عامله ازاي؟ بص شوف، شايف التسويق ده اللي قصدي عليه. هسوي اموري وخلاص هقفل ونطلع على طول على المائده. البسله مديها سكه حلوه، وكمان فكره البصل المحمره اللي في النص عملت شغل حلو قوي. هجيب بقى بصله كمان تانية، راح مروق حاجتي كده، ادي شكل حلو كده، حبه زبيب حلوين، حبه لوز لو عندي، تمام، وبالمره حبه الزيت. يلا بينا، ممكن نكسر الامور بحاجه خضراء كده حلوه، ونجيب منديل نروق جنب. تمام، حد كده احنا زي الفل وتمام التمام، وبالهنا والشفا حضراتكم. مفيش حاجه، يعني الموضوع بسيط جدا. اتمنى يكون الحلقه النهارده عجبت حضراتكم بمنتهى البساطه. فراخ معموله بشكل كبسه، بتنجان محشي باللحمه المفرومه والخلطه وعلى وشه الجبنه، وريش معموله في فكر الطاجن، عايز بقى حضراتكم. وبالهنا والشفا، اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده في نفس الميعاد. والسلام عليكم.